هنا حاجة للخدمة الراء الثالثة اللي هي NTP اللي هي Network Time Protocol. ده بروتوكول بيستخدمه لشنو؟ لأخذ التايم الحقيقي من السيرفر. فبيكون عندك انت بتنزل NTP Client، برنامج بتاع NTP Client بيعمل كيب لللوكال تايم up to date، يعني يخلي الزمن حقك حقيقي، يعني يعمل synchronization. مثلا ال NTP Client بتاع الكمبيوتر حقك كل فترة بيعمل كونكت مع NTP سيرفر في الانترنت، موجود في الانترنت في مكان ما، ويعمل synchronization للزمن معه. بالصورة دي بيقدر شنو؟ الجهاز حقك ياخد الزمن من ال NTP سيرفر ويبقى up to date، ما يكون الزمن حقه خطأ أو غير حقيقي. إذا ما طيب أنا مهمية ال NTP، ليه أنا أعمل up to date تايم في الجهاز حقي؟ لأنه إذا أنت ما عملت up to date تايم النوت حقك أو الجهاز حقك ما حيقدر يشتغل مع ال DHCP سيرفر، لأنه برضو بيعتمد على التايم عشان يحصل على IP address automatically. أيضا الفايلز يكون التواريخ حقتها والزمن حقها ما حصل له سنكرونايز، فانت ما تقدر تعمل شنو تزامن بين ملفاتك والفايل سيرفرز الموجودة في الشبكة او في النت في الانترنت. لو بديت تنزل ال NTP عندك باكج واحدة اسمها NTP بتعمل sudo apt install NTP، وعندك ملف الكونفيجريشن فايل حق ال NTP بتلقاه في الفولدر etc دايركتوري، ده جواه في ntp.conf. ده بيعمل بينشأ مع الباكج، يعني لما تعمل انستولاش الباكج بيكون عندك الملف ده نازل في الدايركتوري دي هنا، وهو مهيأ باي ديفولت مهيأ انه يتصل ال NTP اللي نزل عندك في الجهاز يتصل مع ال NTP سيرفر بتاع الديستريبيوشن حقك مثلا اوبونتو او MTA او غيره، يتصل بالسيرفر ده وياخد منه الزمن، فما بحتاج نعدله. عشان تشوف السيرفر اللي هو الشغالة معاه والماشين حقك او اللي بتعمل تزامن معاه ممكن تستخدم امر اسمه NTP Queue minus P، ده بيديك شنو السيرفر الجهاز بيحصل بيعمل تزامن معه. فلو بدك تنزل ال NTP في الأوبونتو تعمل sudo apt update، تعمل update بعدين تعمل sudo apt install NTP، وبعدها تتأكد انه السيرفيس الستاتوس بتاعت السيرفيس بالأمر سيرفيس NTP status، وهنا tail minus f slash bar log syslog. دي الخطوات بتاعت ال NTP مع في الأوبونتو.